سلام يا زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى كل شيء يكون بخير وكل شيء يكون فرحان وكل شيء يكون نشاط. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو اليوم غادي نتعرفوا على واحد المنطقه زوينه زوينه بزاف صراحه. هذه المنطقه معروفه بالجمال ديالها وبالطيبوبه ديال الناس اللي ساكنين فيها. إمليل، إمليل اللي هي تابعه لجماعه اسني وكتبعد على مراكش ب 67 كيلومتر. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش ترونسبور يمكن ليهم يشدوا تاكسي كبير اللي كيشدوه من حدا الكتوبية وبالضبط من سيدي ميمون، والثمن ديالو كيكون 35 درهم. وكاينين لي ميني بيوس اللي كيديوك حتى هما حتى لتما. اما في الطريق راه ما كتحسش بالملل نهائيا لان الطريق زوينه بزاف، الطريق اللي هي متنوعه ومختلفه في التضاريس ديالها. وحنا في طريقنا دزنا على تحناوت مولاي ابراهيم وعلى اسني. الطريق درنا فيها تقريبا ساعتين. بالنسبه لك كنتو غادي تباتو تما، كاينين لي زوتيل وكاينين الناس اللي كيكريو الديور ديالهم وكاينين لي زوبرج، كل حاجه والثمن ديالها وكل واحد كياخد على جهده. بالنسبه للمنازل كيبداو ابتداء من 150 درهم وانت طالع في الثمن، كتبقى على حسب المنزل اللي خديتي، اما كبير اما صغير، ديك الساعه انت كتشوف مع مول الدار. بالنسبه لي زوبرج وبالنسبه لي زوتيل كيكونوا ابتداء من 200 درهم وانت طالع في الثمن. اما بالنسبه للماكله كاين فين تاكلوا، كاينين صحاب طويجنات الا بغيتوا تاخذوا ديروا شويه على حساب، كاينين تما القهاوي بزاف فين تاكلوا. الطويجنات راه ابتداء من 60 درهم وانت طالع في الثمن، كيكونوا طويجنات زوينين. حاجه هي ملي كتمشي فهاد الفصل وكتلقى الدنيا بيضاء بالثلج، واحد المنظر رائع جدا، والهواء رغم انه بارد بزاف كتحس به منعش، كتحس بانك كتاخذ واحد الاكسجين نقي تما. والانشطه اللي تقدروا ديروا في ايميل هي انكم تطلعوا الشلال تقريبا نص ساعه باش توصلوا ليه، والناس اللي ما كيقدروش يطلعوا ليه كيقدروا يكريو بغال. ايميل مشهوره بالتسلق للجبال وفيها مسارات كثيره وسط الجبل، واهمهم جبل توبقال اللي هو اعلى قمه في المغرب. والناس اللي عزيز عليهم تسلق الجبال وما عندهمش المعدات راه كاين تما فين كيكريهم، كيكريهم من سونتر ديال إمليل.
الحاجات مزيان.